أهلا بكم. من نقاط ثلاثة على خريطة المال ينضم إلي اليوم ثلاثة من استراتيجي الأسواق يجيبونني على أسئلة ستة في ست دقائق. أرحب بضيوفي من القاهرة محمد النجار رئيس قسم البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، من كوبنهاجن ياسر الرواشد رئيس قسم التداول للشرق الأوسط في ساكسو بنك، وهنا في دبي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في أمانة كابيتال. أبدأ معك محمد من القاهرة، كيف تتردد أخبار وضع أسماء أنسي ونصف سويرس في مذكرتي ترقب ووصول في مطار القاهرة الدولي؟ بالطبع تلقت الأسواق بعد إغلاق جلسة أمس صدمة كبيرة في أكبر شركاتها المدرجة في سوق المال، هو ترقب وصول السيدين أنسي سويرس ونصف سويرس بعد المشكلة التي حدثت معهما مع مصلحة الضرائب لوصول ضرائب 14 مليار، بتفاق على ضرائب 14 مليار جنيه. بالطبع استقبلت الأسواق هذا بأداء سيء للغاية، وصل إلى ما يربو على 1.5% انخفاض، وذلك لتشكك المستثمرين في السياسات الاقتصادية التي تديرها الدولة الآن مع المستثمرين والرسائل الخفية التي تبعثها الإدارة الجديدة للبلاد المصرية للبلاد إلى المستثمرين أنكم الآن بمنأى عن ليس أحد هناك بمنأى عن الإغلاق، ليس هناك أحد بمنأى عن التحصيل للأموال، ليس هناك أحد بمنأى عن المشاكل الاقتصادية المتتالية. نعم. وبالتالي فإننا نعتقد أن انخفاض استمرار هذه الموجة ستكون داعم أساسي لخروج المستثمرين من الأسواق. إلى نور في دبي. نور، بين مؤشر مديري المشتريات في قطاع صناعة التحويلية في أوروبا وأرقام البطالة، كيف تفاعلت الأسواق؟ نعم، الأسبوع الماضي كانت أسوأ الأسابيع نوعا ما من يعني خلال العام الحالي 2013، بخصوص الأرقام الاقتصادية الأهم من بريطانيا، شهدنا انخفاض في مؤشر مديري المشتريات قطاعات تحويلية. أيضا في أوروبا ارتفاع لمعدلات البطالة خصوصا في إيطاليا، وصلت اليوث أو اللي هي البطالة للشباب أكثر من 37%. الآن الجنيه الاسترليني أكثر شيء سيستمر في الانخفاض، وصلنا إلى ما دون مستويات 50. طبعا هذا الشيء يعني نوعا ما طبيعي يعتبر بالنسبة للأرقام الاقتصادية. رقم اثنين والشيء الأهم أنه ما قاله رئيس البنك المركزي البريطاني السابق الآن مارفن كينغ، قال بأنه سيعيد سياسة الريبالانسينج أو اللي هي ما نسميها إعادة الاستقرار من جديد، وهي نوعا ما تخفيض العملة من جديد لكبح جماح أو اللي هي ما ممكن أن نسميه. نعم. يعني عدم الدخول في تجنب حرب العملات من جديد. أعود إليك محمد في القاهرة، بموازاة الأخبار التي صدمت بها البورصة فيما تعلق برجاء الأعمال الأسبوع الماضي، كان هناك سلسلة رفع الضرائب على الشركات المساهمة، على التوزيعات، ضريبة التداول، كيف استقبلت الأسواق كل هذه الأخبار وما انعكاساتها عليها؟ حتى منتصف الأسبوع المقبل كان السوق بيتداول في حدود مستوى 5700 نقطة على المؤشر الأساسي، إلى أن مع نهاية يوم الأربعاء الماضي اصطدمت الأسواق بقرارات من وزارة المالية لتعديل قوانين الضرائب لوزارة المالية الموجهة إلى مجلس الشورى لمناقشة زيادة بعض الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة، منها رفع الضرائب من 20% إلى 25% على الشركات المساهمة، منها تحصيل 10% ضرائب على الدخل على التوزيعات الأرباح، منها أيضا ضرائب أخرى في صورة مصاريف دمغة 1 في 1000 على العمليات المتداولة في سوق المال. وبالتالي بعث المستثمرين رسالة خطيرة جدا أن الآن لم تعد البورصة محل اهتمام واضح من الحكومة المصرية للمرة الثانية، بل أصبحت مركزة للجباية، أدى إلى انخفاض السوق من مستوى 5700 نقطة لينحدر إلى مستوى 5500 نقطة مطلع هذا الأسبوع. وبالتالي أصبحت الإشارات الآن الموجهة إلى المستثمرين أن يجب عليكم دفع الضرائب، يجب عليكم العمل من أجل الحكومة فقط وليس من أجل استثماراتكم. إلى ياسر في كوبنهاجن. ياسر، كيف تتعامل أسواق أوروبا مع مأزق السياسة الإيطالية بعد الانتخابات؟ أعمالها اللي احنا بنشوفه حاليا في بالنسبة لإيطاليا انه الغير معروف او المجهول ما زال أعماله بحكم بالنسبة لإيطاليا، وأثر في الأسبوع الماضي شفنا الانتخابات الإيطالية أعطت ضربة بالنسبة للأسواق الأسهم، أضف لذلك أيضا السيكوستر اللي بدأت في يوم الجمعة، عمالة بتعطي بالنسبة للأسواق نوع من المجهول، لأنه كان طبعا الانتخابات الإيطالية كانت هي مفاجأة بالنسبة للأسواق. فأعتقد أنه ما زلنا ونشوف الضغط على الأسواق. شفنا أيضا أرقام صينية PMI كانت نوعا ما هي ما زالت إيجابية لكن أقل من المتوقع،
تعطي فكره بانه نعم. النمو العالمي ايضا في نوع من الهدوء والاستمرار في الضغط على الاسواق بانتظار النون فارم بيرولز والبنوك المركزيه في هذا الاسبوع اللي اعطى نوع من الفكره الجديده من الاسواق، لكن ما زلنا نتوقع نوع من الضغط نعم. للأدنى. الى نور في دبي، نور الاسترليني يتلقى ضربه تلو الاخرى، كيف ترى الاتجاه عليه؟ نعم، كما ذكرت من قبل وصلنا اول شيء مستويات ال 50 1.50 امام الدولار الامريكي. الان اهم شيء يعني نتطلع الى اي اغلاق اول شيء يومي ما دون تلك المستويات ما دون 1.50 من الممكن ان يفتح المجال فعليا الى 1.74، لكن فيما لو شهدنا فعليا إغلاق أسبوعي ما دون هذه المستويات أعتقد أن ستكون مستويات 1.45 ليست ببعيدة، كما أنه عندنا أرقام CFTE أو اللي هي هيئة العقود الأجل الأمريكية في بورصة شيكاغو أظهرت نوع من الدمبينج أو اللي هي تخلي المستثمرين بشكل كامل عن الجنيه الاسترليني في استثماراتهم الأخيرة. على الأقل خلال الأسبوع الماضي وصلت عقود الشراء إلى قرب أعلى مستوياتها في التاريخ، عقود البيع إلى أعلى مستوياتها في التاريخ، فنوعا ما أعتبر فعليا أنه أي ارتفاع للجنيه الاسترليني خلال الفترة المقبلة سيكون محدود في ما دون مستويات 1.55 والاتجاه نحو الأسفل لا زال وارد. أخيرا إلى ياسر في كوبنهاغن، ياسر هل من تمايز في تعاملات الذهب والفضة في هذه الفترة؟ اللي نحن بنشوفه الاسبوع الماضي مع القوه شفناها في الدولار طبعا اثرت على السلع بشكل عام، والذهب والفضه ايضا كانوا ترقوا ايضا حصيله الحركه هاي في الدولار. اللي بنشوفه التغير الكبير بنشوفه في الذهب على سبيل المثال انه الاكسشينج تريدد فاندز اللي هي كانت تدعم الارتفاع في الذهب في الفتره الاخيره كانت ترتفع شهر عن شهر، شفنا اكبر هبوط تقريبا من 5 سنوات في في في, في الذهب، فبتعطي فكره بانه هناك ما زال مع الخوف في الاسواق ما زال في نوع من التوتر بالنسبه للذهب. حركه فكره الانفليشن عمالها ممكن عمالها الناس عمالهم بتخوفوا منها ما دام في الاقتصاد الصيني نوعا ما عماله بجوز بهدأ شوي، وايضا ما في الحركات من الفدرالي اللي كان اعطت الدفعه القويه بالنسبه للذهب. فمتوقع نحن بانه الذهب ما زال راح يضل في هذا الرينج، بنفضل نحن الشراء في الذهب اذا كسر ال 1620 او اذا كسرنا ال 1525 للبيع في الذهب. في هاي الحاله راح نتوقع ضمن الرينج راح نستمر. انتهت دقائقنا 6 من الأسواق، شكرا لضيوفي من القاهرة محمد نجار رئيس قسم البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، من كوبنهاغن ياسر الرواشد رئيس قسم التداول للشرق الأوسط في ساكسو بنك، وهنا في دبي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في أمانة كابيتال.